بكم إلى موعد إخباري نستهله بالعناوين. القياديون في مديرية حملة المترشح الرئيس بوتفليقة يواصلون حشد الدعم الشعبي في مختلف ولايات الوطن. ودائما في ملفي الرئاسيات، جمعية النساء الأحرار يعلن عن دعمهن للرئيس المترشح بوتفليقة. أهلا بكم. إذن البداية بملفي الرئاسيات والحملة الانتخابية، حيث حل السيد عبد الملك السلال مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة بولاية وهران صباحة اليوم، وهذا في إطار التجمعات الشعبية والتي يقوم بها، حيث أكد عبد الملك السلال بأن المرأة الجزائرية قد تحصلت على العديد من الحقوق في عهد الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة. نعطيكم مثال وراني نشوف النساء هنا حاضرين معنا. شكون اللي عطى الحقوق للمرأة الجزائرية؟ شكون اللي قواها؟ شكون في ظروف صعبة؟ شكون عطى وادي إخواني يمثل حقوق المرأة؟ حقوق المرأة هي اللي تمثل أكثر من نصف المجتمع الجزائري، هو عبد العزيز بوتفليقة اللي غير قانون الأسرة، غير قانون الأسرة وعطاء الحق للمرأة في السكن. هذا هو الراجل المناسب وقوة المرأة. أكثر من هذا، هو في قانون الجنسية، في قانون الجنسية أعطى حقوق أكثر للمرأة لتقدر تمثل الجنسية تاعها، لكن تزوج مع أجنبي مسلم وكذلك لأولادها. هذه الجزائر مش ظلمت حقيقة للعالم. من جهته عبد القادر بن صالح ومن الجلفة دعا إلى التصويت على المترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مدافعا في ذات الصدد عن حصيلته. جئت وأعلم أنكم وقفتم بالماضي وسوف تقفون إلى جانب المرشح عبد العزيز بوتفليقة لمفاتحة بعض الأمور الخاصة بالحملة و الخاصة بمستقبل البلاد. هذا وألح عبد القادر بن صالح على التصويت بكثافة تليق بمقام الرئيس المترشح بوتفليقة. الحدث وعوهم بضرورة الذهاب للمشاركة في الانتخابات والمشاركة بقوة، لأن يطلب منكم فقط مش فقط المشاركة والتصويت لصالح المرشح مرشحنا، وإنما لتحقيق النتيجة، والنتيجة نريدها أن تكون عالية في مستوى ومكانة الرجل. من جهته دفع أحمد أويحيى القيادي بمديرية الحملة الانتخابية للمرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، دافع عن حصيلة الإنجازات التي حققها في عهدته الانتخابية الثلاثة. أحمد أويحيى ومن تيارت أكد بأن ترشح الرئيس بوتفليقة خيار وطني تمليه المصلحة الوطنية على حد قوله. أويحيى أكد كذلك بأن برنامج الرئيس بوتفليقة الانتخابي يستجيب لآمال وتطلعات الجزائريين. التغطية لديار بن داود. رافع أحمد أويحيى في زيارته إلى ولاية تيارت في إطار الحملة الانتخابية لصالح المنجزات للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة خلال العهدات الماضية، خاصة مرحلة التسعينات حين تولى فيها بوتفليقة السلطة، أين جسد قوانين السلم والمصالحة التي حققت الاستقرار للبلد. نحن في الرئاسية، في الحملة تاع الرئاسيات، نحن نكلمكم على المترشح تاعنا تاعكم وتاع العديد من الجزائريين، وهو خونا بوتفليقة. نتكلم على بوتفليقة لأن اليوم ماهوش باش نبجلوه أو باش نقدسوه، عبد فنى حياته على الجزائر حديث قياس. سمعنا إخوان مع كل احترامنا لهم قالوا قانون، مشروع قانون كان خيانة للوطن، مشروع قانون المحروقات حرار يقولوا باش يحبوا، صعيب عليهم يقولوا أن بوتفليقة كان مورط في خيانة الجزائر. حاجة ولله، حاجة بوتفليقة.
من جانب آخر انتقد أويحيى الدول التي عاشت ربيعا عربيا متهما قادة غربيين بالضلوع في هذه النزاعات التي لم تستثني الجزائر داعيا إلى الحفاظ على مكسب الاستقرار. أنا الجزائر 99 كان جزائر الدماء والدموع، كان جزائر أزمة اقتصادية، كانت جزائر خناق المالي. إذن أولا إلى نقيم بوتفليقة نقيموه واش من أرضية بدا عليها، أرضية تاع محن. اليوم يشوفوا الربيع، واش جاب الربيع؟ أصحاب الربيع نحتار من الناس، هل الجماعة اللي عاشت الربيع تحسنت أمورها؟ هل الشوماج نقص عند دول الربيع؟ هل التنمية زادت عند دول الربيع؟ هل الاستقرار تحسس في دول الربيع ولا يلعبوا بنا؟ قادة غربيين قال لك سلكنا ليبيا، اليوم ليبيا تتحرك. في آخر خرجته بتيارت شدد أويحيى على الحضور القوي يوم الانتخابات، ودعا المواطنين بتيارت إلى المشاركة واختيار المرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة لتحقيق الاستمرارية. إذن وفي سابع يوم من الحملة الانتخابية لرئاسيات، أعلنت جمعية النساء الأحرار اليوم بفندق الجزائر عن دعمهن للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، حيث جاء في بيان الجمعية بأن الدعم جاء للمحافظة على كل المكتسبات التي تحققت في عهد الرئيس الخاصة بالمرأة. النساء الجزائريات متأسسات بصفة عفوية في تآلف للنساء والشباب ضمن إدارة حملة المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، والذي يهدف لتوافق النساء والشباب مع المترشح الحر من أجل أولا الحفاظ على المكتسبات الجزائر بالنسبة للمرأة والشباب وتثمينها، ثانيا بناء وتدعيم مجتمع قوي متماسك تعددي وهادئ. ونبقى دائما في ملفية رئاسيات، حيث نظم يوم أمس مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي نظم تجمعا شعبيا بولاية جيجل، حيث قدم على المواطنين أهم نقاط برنامجه الانتخابي. موسى تواتي وخلال تنظيمه لتجمع شعبي بولاية جيجل قال بأن المجلس الشعبي قد فقد سلطته، وذلك لغياب سيادة الشعب الذي أدى حسب قوله إلى الفساد في العديد من القطاعات. المجلس الشعبي فقد سلطته لأن هناك لا وجود لسلطة الشعب ولا سيادة للشعب. هذا ما أوصلنا إلى ما نحن عليه من فساد إداري ومالي واقتصادي. هذا هو المشكل الحقيقي التي جاءت من أجله الأمنة لتقول لا لا وألف لا. شهدت إذن نهاية الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية للرئاسيات العديد من التعهدات من قبل المترشحين 6 لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك في إطار اشتداد المنافسة بينهم على مغازلة أصوات المواطنين. حسام زووي والتفاصيل. بعد انقضاء أسبوع عن بداية الحملة الانتخابية التي صال وجال خلالها المترشحون 6 في مختلف ربوع الوطن قصد الترويج لبرامجهم، طرحت العديد من التعهدات من طرف المترشحين، أبرزها تعهد المرأة الحديدية لويزا حنون في التجمع الذي أقامته ببرج بوعرريج بمحاكمة شكيب خليل وكل من ساهم في قضايا الفساد حسبها. من جانبه تعهد المترشح فوزي ربعين من قسنطينة بالقضاء على البارونات الذين يقفون وراء ارتفاع أسعار العقار. وفي نفس السياق شدد أصغر مترشح للرئاسيات عبد العزيز بلعيد على ضرورة تطوير الجامعة الجزائرية، وتعهد بالاستثمار فيها لكونها القاطرة الحقيقية لكل الشعوب.
من جانبه راح عبد الملك سلال مدير حملة المترشح عبد العزيز بوتفليقة يتعهد بإحداث تقسيم إداري جديد، وذلك في التجمع الذي أقامه بتوغورت، حيث أضاف أن هذا التقسيم كان مبرمجا منذ سنوات، وأن سبب تأجيله كان لضرورة البدء بتعديل كل من قانوني الولاية والبلدية. علي بنفليس هو الآخر لم يفوت فرصة نهاية الأسبوع، حيث أكد على إعادة الاعتبار للحق في المواطنة، وذلك تحت شعار معا من أجل بناء مجتمع الحريات. موساتواتي هو الآخر لم يفوت الفرصة بتعهده بسد الطريق أمام الانتهازيين، كما شدد على ضرورة الاستغلال الأمثل للثروات الوطنية. إذن هي نهاية أسبوع غنية بالتعهدات واللهجات الشديدة التي أطلقها المترشحون الست في انتظار رجع الصدى وتجاوب المواطنين يوم 17 أفريل المقبل. هذا وتباينت إذن طريقة إلقاء خطابات المترشحين الستة بين من يستحسن إلقاء خطاباته داخل القاعات والصالونات المغلقة، فيما يحاول البعض التقرب من المواطن عن طريق التوجه إلى المقاهي والأحياء. كما الجفال يبدو أن لكل مترشح طريقته الخاصة في التقرب من الناخبين ومغازلتهم للظفر بأصواتهم، فمنهم من يفضل عدم الخروج كثيرا من القاعات حتى يتجنب الإحراج الذي سيسببه له المواطنون أو لخوفه من عدم تقبل الشارع له، ومنهم من رأى في العمل الجواري طريقة أفضل للتقرب من مختلف شرائح المجتمع. والسؤال المطروح هنا، هل هو جس لنبض الشارع حول الشعبية التي يحظى بها المترشح أم لنقص الإمكانيات؟ الشخص يفضل العمل الجواري على القاعات الكبرى، ربما هذا إما فيه نقص للإمكانيات وإما فيه كذلك ربما ما عندوش شعبية كبرى في بعض الأماكن، وبالتالي من أجل تغطية هذا النقص كذلك يفضل الاتصال مباشرة بالمواطنين. التركيز على الخطاب الجواري له إيجابياته وسلبياته التي يتجاهلها أو يتجاهلها المترشحون. الجانب الإيجابي للعمل الجواري أن المترشح يكون في اتصال مباشر مع المواطن. الجانب السلبي أنه لا يستطيع أن يغطي أن يتصل بأكبر عدد ممكن من المنتخبين. التقرب من المواطنين لتمرير أكبر قدر من الرسائل لم نتعود على رؤيته من ساستنا، إلا أن الصندوق هو الفيصل بين القاعة والشارع. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام الموجز، لكن التغطية لكل الأحداث متواصلة وبدون